السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب الجميع يكون دايما بخير. هنشوف مع بعض دلوقتي فكرة تفصيلة حوض الظهور اللي هو فلاور بوكس. وفكرة تفصيلة حوض الظهور دي بنلاقيها في مشاريع كتيرة أوي، يعني سي هلاقيها في مشاريع سكنية. وأنا داخل من المدخل بحب دايما يكون يمين أو شمال السلم فلاور بوكس، بحيث إن أنا أزرع فيه نباتات أو ورد أو ياسمين أو غيره، بحيث إن أنا أشم ريحة كويسة. برضه نفس الكلام في المباني الإدارية، في المباني التجارية. يعني أنا في فكرة الفلور بوكس دوت بحتاجه في كتير من المباني متعددة الوظائف، فالتفصيلة دي في غاية الأهمية، ممكن أستعملها في مشاريع متعددة. عايزك بقى تجيب ورقة وقلم تبدأ ترسم ورايا السكتش دوت. زي ما احنا شايفين دلوقتي السكتش دوت عبارة عن إيه؟ السكتش دوت زي ما احنا شايفين ده يعتبر قطاع مار بدور أرضي مفهوش بدروم، تمام كده. يبقى أنا دلوقتي قاطع في دور أرضي تحتية، أرض عادية مفيش دور بدروم تحتية، وكأن فلور بوكس دوت موجود في دور الأرضي ده. طيب طبقات الدور الأرضي إيه؟ نراجع كده مع بعض من خلال السكتش الموجود عندي. هنا سيكشن، وهنا البلان أو اللي أوت، تمام. هنا نقطع فيه، وهنا شايف المشهد أو الفلور بوكس أو حوض الظهور من فوق. الطبقات بتاعتي وانا قاطع كده اهوت في الدور الارضي، الاقي في عندي خرسانة عادية في حدود 15 سنتيمتر، بعد كده عازل رطوبة في حدود 2 سنتيمتر، وبعد كده 10 سنتيمتر خرسانة عادية تاني اللي هو بالنسبة لنا يعتبر سندوتش، وبعد كده هو 6 سنتيمتر فرشة رمل تسوية، وفوق الرمل هلاقي 2 سنتيمتر مونة اسمنتية، وهلاقي بعد كده اهوت 2 سنتيمتر ترابيع، تمام، عبارة عن ارضيات ترابيع رخام او اي نوع من انواع الايه الارضيات، تمام كده. يبقى 15 سنتيمتر خرسانة عادية، 2 سنتيمتر عازل رطوب، و10 سنتيمتر خرسانة عادية تاني، و6 سنتيمتر رمل، و2 سنتيمتر مونة، و2 سنتيمتر برضو الفينش بتاعي اللي هو عبارة عن ترابيع رخام او اي نوع من انواع الارضيات. انا بس بعيد معلومة تاني عشان الناس تكتب ورايا، مهم اوي تكتب وترسم، تمام كده يا شباب. طيب يبقى ده طبقات الدور الارضي احنا اتعلمناها اللي احنا عارفينها. طيب ايه الاختلاف في الحصر اهو؟ الاختلاف في الحصر اهو ان انا جيت بنيت من خلال البنا عبارة عن صندوق او حوض ارتفاعه عن الارض في حدود 60 سنتيمتر. يبقى انا دلوقتي عملت طوب ممكن يكون عرضه 25 سنتيمتر، ممكن 12 سنتيمتر، تمام كده. 25 يعني طوبة، واتناشر سنتيمتر معناها نص طوبة. عندنا طوبة 25 × 12 × 6، تمام، اللي هو يعتبر طول في عرض في الارتفاع، وده الستاندر متعارف عليه، لكن ممكن بيتغير برضو على حسب الايه الشركة. فلما اقول 25 سنتيمتر معناه ان هو طوبة، اوكي، او نص طوبة اللي هي 12، اقدر ابني من خلال الطوب الحوض الظهور ده او الاوت لاين، تمام، بتاع فلاور بوكس. طيب الطبقات بتاعتي عبارة عن ايه انا اهوت؟ اول حاجة خرسانة عادية، زي ما عندي في الدور الارضي 15 سنتيمتر خرسانة عادية برضو فلاور بوكس من تحت. بعد ما ادق الارض وفي انديكيشن احنا عارفينه كلنا، تمام، اللي هو هلاقي في خطوط جايه في سكه معينه، وبعد كده هوقفها، وبعد كده خطوط جايه في السكه الثانيه. في انديكيشن مشهور معروف احنا اتعلمناه في اول لوحه رسمناها، اللي هو بيدل ان الارض متكوكه، تمام كده، ارض ترش بالميه، وبقت ان انا ادكها من خلال العمال او ان انا دكتها من خلال المكنه. في طريقه معروفه اللي هي فكره دك الايه الارض، بحيث ان انا اقرب الحبيبات التربه مع بعضها، بحيث ان هي تبقى ارض ايه سوليد اقدر ابني عليها، تمام كده يا شباب. يبقى عندي اول حاجه الارض متكوكه وليها انديكيشن معروف، وبعد كده فوقيها 15 سنتيمتر خرسانه عاديه. احنا قلنا خرسانه عاديه مكوناتها ايه، مش كده؟ خرسانه عاديه مكوناتها ايه؟ رمل، تمام، زلط واسمنت وميه، اوكي كده يا شباب. طبعا بنحط حته تسليح، يبقى كده دي بقى خرسانه مسلحه. يبقى ادي مكونات الخرسانة العادية اللي احنا بنعملها في حدود 15 سنتيمتر. فوقيها طبقة العزل اللي ماشية معايا، ده بالنسبة للدور الايه الأرضي. وهلاقي فوقيها خرسانة عادية تاني، اوكي، وهلاقي ان في حبيبات زلط، وبعد كده هلاقي في عندي طين أو تربة صالحة للايه للزراعة. وهنا حد هيسألني هيقول ده في كمان عزل تاني، يعني طبعا عزل وفي عزل، وباينة معايا ان هو زوم ان. الفرق بين السكتشين ان هنا انا جايب معايا لي اوت، بحيث انا شايف المشهد من فوق، هنا عملت زوم ان اكتر بحيث ابين التفاصيل شويه السكشن بتاعي اللي انا شغال فيه،
تمام، اللي هي التفصيله بتاعه تدخل الظهور والطبقات. لما نيجي نشوف ان هوت في القطاع بتاعي، الاقي ان فوق عندي في تربه صالحه للزراعه، طين، طمي، حاجه تمام النباتات ايه هتتزرع فيها. طيب تحتها طبعا التربه صالحه للزراعه ديت هتلاقي الحبيبات قريبه من بعض او زي الطين. تحتها هلاقي ان في عندي زلط، والزلط الغرض منه ان انا بحط بشكل متدرج على اساس ايه، على اساس ان الميه الزياده اللي موجوده عندي في التربه هتبدا ان هي تعدي من الزلط المتدرج لحد ما تنزل تحت الخرسانه المايله دهيت زي ما احنا شايفين كده، الخرسانه جايه بميل معين، بحيث ان انا الاقي مكان لتصريف الميه. هنا مكتوب هو صرف مياه الحوض من خلال فكره زي فكره البيبه كده، تمام، او زي فكره الجرجور اللي هو موجود عندي فوق السطح. بقى عندي دلوقتي في صفايه، صفايه تمام لصرف مياه الايه الحوض هي ديت. طبعا في ماسوره مرتبطه بالصفايه بحيث الماسوره ماشيه معايا بتروح على اقرب غرفه تفتيش. تمام كده يا شباب، يبقى انا كده ضمنت ان المياه الزياده اللي خلاص بقى النباتات مش محتاجاها وزياده عن الحوض بتاعي هتبدا ان هي يبقى ليها مسلك، يبقى ليها كده مكان ينفع تتصرف من خلاله. وعشان اضمن ان الصفايه دي ما تتسدش حطيت حبيبات الزلط. انا بس ايه بحاول افهمك عشان احنا مش بنحفظ، في بعضنا يحب ياخد المعلومه ويحفظ يحفظ يحفظ يطبقها في اي مكان. لا، الغرض من الشرح ان انا افهم الفكره عباره عن ايه، على اساس ان انا اقدر اغير واعدل زي ما انا عاوز. يبقى انا افهم دلوقتي ان انا محتاج تربه صالحه للزراعه، افهم برضو ان انا محتاج مجموعه من الزلط يكون متدرج بحيث ان الزلط ده هو نفسه بيعمل لي صفايه، بيعمل لي مصفى على اساس ان الحبيبات الصغيره ما تعديش. تمام، ايه اللي هيعدي؟ الميه، مجرد الميه ما تعدي هتمشي بميل، وبعد ما تمشي بميل هتتصرف من خلال ان هي بتعبر الصفايه دهيت، تمام، الصفايه لصرف المياه الحوض، وتنزل من المواسير وتروح لاقرب غرفه تفتيش. ادي الفكره تمام اللي احنا بنتكلم عليها في الديتيلز او تفاصيل موجوده عندي في حوض الزهور. طيب في بقى حاجه في منتهى الاهميه ما اقدرش استغنى عنها، هو فكره العزل. شايفين العزل اهوت ماشي ازاي؟ ماشي اوكي، حرف يو زي ما يكون عندي صندوق، تمام كده اهوت. العزل ده في منتهى الاهميه، اقرا كده معايا المكتوب ده اهوت. هنا عندي زلط متدرج عشان خاطر ترشيح مياه الحوض، تمام. هنا مكتوب عندي صرف مياه الحوض من خلال الصفايه، تمام كده اهوت. في هنا عندي حيطه او حائط سمكه 12 سنتيمتر او 25 نص طوبه او طوبه، وفي عندي تشطيب فينيشنج عباره عن رخام، تمام، سمكه في حدود 2 سنتيمتر. طبعا الرخام ده ملزوق من خلال المونه برده في حدود 2 سنتيمتر، والارتفاع بتاعي تمام انا اللي اخترته في حدود 60 سنتيمتر، تمام كده اهوت. دي كلها معلومات انا محتاجها، دي كلها معلومات اهي انا محتاجها. فكره العزل نرجع له تاني، اوكي، ليه انا هنا حطيت عزل؟ حطيت عزل ان انا مضمنش الميه بتاعتي اللي هتيجي هنا اهوت تتخلخل التربه وهتتخلخل كمان او هتعدي وتمر من الزلط، ممكن تطلع من جزء ده من ناحيه او ممكن تطلع من الناحيه التانيه، تمام كده اهوت. يعني الفتره اللي هي هتحصل فيها تصفيه عشان تنزل تحت انا مضمنش هيحصل ايه، ولذلك انا بدات ان انا اعمل ايه، اعمل عزل اوكي على شكل حرف يو، بحيث ان ده يعتبر بالنسبه لي طوق امان ان انا اضمن من خلاله تمام ان الميه مش هتعدي المكان ده وتطلع بره، او مش هتعدي المكان ده وتنزل تحت. يعني كتير من المواقع الواحد بينزلها خصوصا كمان في المباني المرتفعه اللي فيها ادوار ارضي وبدروم، تلاقي البدروم نظرا ان العزل باظ او اتكسر او اتخرم زي ما بتقول كده اهوت، ونظرا ان جنب المبنى في عندي حديقه كبيره، جنينه كده كبيره، ونظرا ان الحديقه دي باستمرار في حد مسؤول عنها بيسقي الزرع الموجود فيه، طبعا مياه غزيره كميات كبيره، فالميه بتنزل تحت تمام وبتخترق او بتعدي الشارع وبتوصل لدور البدروم الخاص بالمبنى، بتلاقي المياه كلها اتجمعت ومشيت بميل ودخلت في البدروم. طبعا صاحب المبنى بيعاني من مشكله رهيبه ان هو محتاج يرجع تاني تمام ويشوف حلول مختلفه على اساس المياه ما تخشلوش في دور البدروم اللي هو بيستعمله، ممكن يكون باركنج، جراج، او ممكن يكون في بعض المخازن او الغرف او غيره، تمام كده يا شباب. عشان كده بس بقول ان العزل دوت في منتهى الاهميه، انا ما اضمنش العزل ده مش موجود المياه هتقدر تسلك طريقها وتروح على فين.
زي ما هنا كده احنا شايفينه مكتوب، مكتوب ان هو ان في عندي عزل تمام عبارة عن زنك او رصاص، زنك او رصاص ماشي معايا تمام حرف يو، بخلاف العزل اللي هو موجود عندي اللي هو حوالي 2 سنتيمتر اللي هو موجود عندي تحت. ناخد بالنا برضو من الموضوع ان المباني تحتها العزل اللي هو الطبيعي اللي هو 2 سنتيمتر، وتحتها الخرسانة، والخرسانة حتى زودتها شويتين تمام تحت المباني هنا اهو، لاحظين التفصيلة ديت زي بالظبط لما باجي بعمل سلابة او باجي بعمل عندي سقف واعمل تحتيه قمر، فالقمر هو سبورت، يعتبر هو المكان اللي بيتحمل عليه الايه السقف. نفس الكلام انا زودت نقطة خرسانة شوية على اساس هتستوعب الاحمال اللي جاية من فوق اللي هي جاية فيرتيكال من ايه من حوض الزهور ده اهو. فالتفصيلة دي يا جماعة في غاية الأهمية تمام، واحنا مش بنحفظ احنا بنفهم، فانا دلوقتي بفسر لك ليه انا زودت خرسانة تحت المباني شوية بالشكل ده اهو تمام كده، غرض منه عشان يقوم بمقام القمر على اساس ان هو يشيل الحائط اللي هو ليه وزن فوقيه والتربة بعدها ما تنهارش، او على المدى الطويل لعمر المبنى تمام الحوض الزهور دوت ما ينهارش. فهمنا كده يا شباب الفكرة؟ طيب هنعمل بقى زوم ان، زوم ان في الجزء ده اهو وزوم ان برضه في الجزء ده اهوت، في دايرتين هم مرسومين، واحنا دايما لما نيجي نعمل زوم ان برسم دايره منقطه اوكي. نفس الكلام في زوم ان اهي بس بعمل دايره منقطه واسميها تفصيله واحد وتفصيله اتنين. سي لو مثلا الحوض الزهور ده مرسوم بسكيل مثلا 1:20 يبقى انا ممكن اعمل زوم ان ديتيلز بسكيل مثلا 1:10 او 1:5 او 1:4 او 1:2 او 1:1 لو استدعى الامر. طب لو الرسمه بتاعتي في سكشن سكيل 1:50 يعني ممكن الديتيلز بتاعتي تبدا من 1:20 بعد كده 1:10 بعد كده 1:5 1:4 1:2 او 1:1 لو استدعى الايه الامر. فانت صاحب الاختيار عاوز تعمل زوم ان قد ايه عشان توضح التفصيله ده اهي كده يا شباب. عاوز بقى الفكره والكونسبت بتاعت فكره الميه وتصريف الميه والعزل الموجود حواليا حرف يو تمام، المختلف عن العزل الموجود عندي في التربه العاديه في الدور الارضي، يعني الكلام ده يبقى في دماغك تمام. عشان دلوقتي هنتنقل بقى للسلايد التاني اللي انا هخش يعني ايه ادي السكتش بتاعي وعملت دايره منقطه وطلعت من عليها تفصيله ودايره تانيه منقطه كاني تفصيله واحد وتفصيله اتنين وبرده طلعت منها تفصيله. تفصيله واحد اللي يعتبر حوض الزهور من فوق، حوض الزهور من فوق الفينش بتاعي كسوه رخام ممكن 2 سنتيمتر او 4 سنتيمتر متثبت على مونه، سمك المونه في حدود 2 سنتيمتر. برضه زمان بيسالوا عن ايه مونه، احنا قلناها قبل كده في كذا فيديو، مونه معناها ان هي خلطه تتكون من اسمنت ورمل ومي، خلطه عباره عن رمل واسمنت وانا بحط عليها ميه اساس ان هي تبقى ماده لينه اعرف ان انا الزق بيها الماتيريال بتاعي اللي هو سي رخام او جرانيت او اي ماتيريال تاني انا بستعمله تمام كده. وقت كنا قلنا نسبه الرمل للاسمنت يعني 3:1 تمام كده يا شباب، يعني لو الرمل 3 يبقى الاسمنت بالنسبه لي في حدود الواحد. ادي خلطه المونه تمام اللي انا بلزق بيها الايه الكسوه بتاعتي اللي هي من خامه الرخام، دي تفصيله موجوده معايا اوكي. بحيث ان انا برضو عندي فيرتيكال في كسوه رخام وهنا برضو في عندي كسوه رخام والاثنين برضو مثبتين على المونه، هنا في عندي مونه وهنا مونه وهنا مونه سمك 2 سنتيمتر. الافكار دي اللي احنا بنعملها برضو دي بتعمل على اساس ان هي تبقى حليه، وفي نفس الوقت بنشوف الافكار ديت على اساس ان انا بعمل بعد تاني وفصل في الخامات ما بين الفيرتيكال والهورزونتال، وبرضه ممكن ساعات بستعملها في بعض الاماكن عند السطح عشان فكره صرف المطر وحاجات كتير قوي اللي هي التفاصيل الصغيره اللي احنا ايه بنستهون بيها دهيت. طبعا العزل دوت عزل من جوه ها، بره مفيش عزل، انا الجزء دوت لو قاعد الشمال ده اللي هو الناحيه دي، فانا كده جوه حوض الايه حوض الزهور جوه فلار بوكس، وده اللي احنا قلنا عليه ها. في عندي لياسه اسمنتيه، لياسه اسمنتيه حوالي 2 سنتيمتر. طب احنا ليه نوت سميناها لياسه على اساس ان مفيش حاجه بعدها؟ بص كده معايا، يعني دلوقتي هنوت في عندي تربه، التربه مش هحط جنبها تشطيب، مش هصرف واحط رخام او جرانيت جنب التربه، لكن الرخام والجرانيت هيظهروا معايا في الجزء الظاهر اللي انا شايفه بعينيا اللي ما فيهوش تربه اللي ما فيهوش طينه تمام. طب امال انا هنوت قبل ما احط التربه او الطينه هسيب الفينش ايه؟ هسيبه لياسه تمام كده، وقت لياسه اسمنتيه 2 سنتيمتر معناها ان هي طبقه مونه زي ما قلنا كده من شويه فيها رمل واسمنت ومعمول فيها ميه على اساس دي الخلطه اللي انا بعمل بيها الايه الفينش بتاعي. طبعا التربه بتاعتي او
الطين بتاعي مش طالع لحد فوق في مسافة معينة في حدود مثلا زي 10 سنتيمتر 15 20 سنتيمتر، دي بقى اللي انا احط عليها الفينش بتاعي اللي هو سي رخام او جرانيت. تمام كده يا شباب، عشان بس المنظر الايه الجمالي ان انا اعرف احافظ على الحوض حتى في الايه في الفيجن بتاعي، والمنظر وانا ماشي رايح وجاي ابقى شايف الايه خامة الرخام او جرانيت ده. تمام كده يا شباب، يبقى ادي التفصيلة بتاعتي فوق. التفصيلة بتاعتي تحت زي ما احنا شايفين الطبقات اللي احنا ذكرناها، وادي العزل ماشي معايا اللي هو 2 سنتيمتر، وادي تمام اللي احنا اتفقنا عليه الحوض من جوه اللي هو فيه عزل عبارة عن زنك تمام كده اهوت او رصاص زي ما كنا قرينا وشفنا في التفصيلة بتاعتنا. السنك بتاعها في حدود 1 سنتيمتر، يبقى انا في عندي عزل، بعد كده في عندي الياسة، بعد كده هلاقي ان في عندي فوق اهوت التربة الطينية، كده تحتها الزلط المتدرج من حيث الايه ثيكنس من حيث الحجم، بحيث ان انا هبدأ اعمل فلتر كل ما هو حبيباته صغيرة هيفضل موجود عندي هنا اهو، واللي هتنزل بس المية. تمام كده اهوت، يبقى المية اللي هتنزل نهض في الصفاية بشكل مباشر، او ان هي تيجي بميل من الخرسانة العادية تنزل في الصفاية من الصفاية على ماسورة الصرف على غرفة التفتيش. تمام كده اهوت، زي ما احنا شايفين كده اهوت مادة العزلة ماشية معايا حرف يو زي ما هي موجودة ايه في السكتش ده. تمام كده اهوت، ده مختلف عن العزل الطبيعي التقليدي اللي هو موجود عندي من بداية المبنى لنهاية الايه المبنى. يبقى دي التفصيلة اوكي لحوض الظهور الموجودة عندي في دور الايه الارضي. هنا برضو ها اللي هي في الجزء ده اهو عند الطبق الجزء الفيرتيكال مع الجزء الهورزونتال، دي طبق الفينش بتاعي اللي انا واقف عليه، وعشان اعمل بس شكل جمالي عملت وزرة بارتفاع 15 سنتيمتر بحيث تبقى شكلها مختلف ولونها مختلف عن بقية الايه عن بقية الفينش بتاع حوض الظهور. فهي تعتبر تفصيلة تقدر تعملها او تقدر بشكل مباشر تخلي الكسوة الرخام نازلة مباشرة لحد الايه لحد الارضية. فدي ممكن، دي برضو ايه ممكن لو انا عاوز ايه اعمل دقة في رسوماتي وان انا عاوز اعمل شكل مختلف، يعني احب برضو وانت شغال في التفصيلة تصممها حسب ذوقك. تمام كده، مش مجرد بس ان انت تفهم وتبتكر تفصيلة، وكمان انت تعملها بذوقك بحيث تحط فيها ديتيلز زي ديت لافكار في دماغك من حيث اللون، من حيث لو في عندي صرف بصرف مياه امطار او حاجه زي كده، او من حيث حتى التعشيق ان انا بعشق ده عشان خاطر يبقى اكثر امانا بحيث ان هي تبقى مثبته افضل. يعني عاوزك بقى ايه، يعني انا اديتك دلوقتي البدايه، ابدع بقى تمام، اشتغل وابدع بحيث الحاجات دي كلها تبدا تتغير وايه ونشوف منتج افضل من كده بكتير. ده يا شباب على سبيل المثال لا الحصر، عشان انت تشغل دماغك وتبدا تطلع افكار افضل من كده بكتير. طيب هنسأل بقى سؤال، لو فلور بوكس دوت موجود عندي على الرصيف يعني بره لازق في المبنى من بره، هيبقى في نفس الطبقات ديت اللي هي موجوده عندي هنا اهو؟ طبعا لا. ليه؟ لان الرصيف بالنسبه لي طبقاته مختلفه. الرصيف من تحت لفوق في عندي ارض مدقوقه، وبعد كده هو في عندي خرسانه عاديه في حدود 10 سنتيمتر، طبعا مفيش عزل ومفيش خرسانه عاديه تاني، هي خرسانه بس 10 سنتيمتر. بعد كده فوق الخرسانه 10 سنتيمتر الاقي في عندي 6 سنتيمتر رمل و2 سنتيمتر مونه، بعد كده 2 سنتيمتر بلاط. في بعضنا ما يحبش يستعمل بلاط، تقول لك انا هستعمل انترلوك، والانترلوك هتلاقي السكنس بتاعه من 4 لحد 8 سنتيمتر على حسب الشركه اللي هتصنعه واللي انا هاخده منه. تمام كده هورده للموقع. فبالتالي الانترلوك ناخد بالنا بقى ان الانترلوك مش بيثبت على المونه، الانترلوك بيثبت على الرمل مباشره. فبالتالي سي لو انا جبت انترلوك في حدود 6 سنتيمتر، يبقى 6 سنتيمتر من فوق بقى انترلوك بدل البلاط، بعد كده هو رمل مباشرة مفيش مونة بقى خلاص، ان هو بيتعشق في بعضه، رمل في حدود 6 سنتيمتر، وبعد كده اهوت خرسانة عادية في حدود 10 سنتيمتر زي ما قلنا، وبعد كده الأرض المدقوقة. يبقى فكرة العزل ده في الرصيف طبقات الرصيف مبقاش موجود معايا، خرسانة عادية دي مبقتش موجودة معايا، يبقى ده الماتيريال ده والماتيريال ده هيتمسحوا، يبقى خرسانة عادية في حدود 10 سنتيمتر، وبعد كده رمل ومونة وبلاط بشكل مباشر، أو خرسانة عادية في حدود 10 سنتيمتر، وبعد كده اهوت رمل وانترلوك بشكل مباشر. تمام كده اهوت يا شباب، يبقى ادي الطبقات بتاعتي لو انا بره المبنى والحوض الظهور دوت موجود عندي على الرصيف. اوكي كده يا شباب، يبقى اذا دلوقتي العزل ده مبقاش موجود، لكن العزل اللي جوه دوت كده كده هيبقى موجود، العزل اللي جوه ده مبيتشالش. الطبقات بتاعتي تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن خرسانه اوكي وعزل اللي هو اتفقنا ان هو من الرصاص او الزنك، وبعد كده خرسانه تانيه جايه بشكل مايل، وبعد كده الاقي في عندي زلط وفوق الزلط تربه صالحه للزراعه طينه يعني، وبعد كده النباتات بتاعتي اللي انا بحطها. تمام كده يا شباب، يبقى ادي التفصيله بتاعتي بمنتهى البساطه، سواء احطها جوه المبنى زي ما هو السكتش ده كده موجود ده يعتبر جوه المبنى، او احطها بره المبنى
على الحيطة الخارجية جنب السلم، تمام كده اهوت، بحيث ان هو موجود على الرصيف او جنبه الرصيف. ادي تفصيلة منتهى البساطة، عايزك برضو تعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة، التفصيلة دي في غاية الأهمية. عايزك تدور معايا على أفكار جديدة، التفصيلة دي طبعا برضو قديمة شويتين. أنا بحب دايما يعني إيه أفرجك على تفاصيل من خلال السكتشات، لكن برضو للأمانة العلمية السكتشات دي مش بتاعتي، دي أنا محتفظ بيها من سنين طويلة، فخالص الشكر والتقدير لأصحاب السكتشات دهيت، للأسف أنا معرفش أسمائهم، فأتمنى من الله عز وجل يكون دوت في ميزان حسناتهم، لأن هما كده بيعلمونا تمام، وإحنا المفروض نعلم زمايلنا ونعلم بعض، هو العلم دايما بيجي بالشكل دوت، إن أنا بتعلم وبعلم اللي حواليا، في المعلومة تثبت أكتر وآخد ثواب كبير من عند ربنا، وفي نفس الوقت ربنا بيبارك في الشغل اللي أنا بعمله، تمام كده يا شباب. بعد كده خلاص استعرضنا فكرة الفلاور بوكس، لو في أي استفسار تقدر تبعتها على الأكونت بتاعي. يا رب النهاردة كنا استفدنا استفادة كبيرة من عرض فكرة تفصيلة حوض ظهور فلاور بوكس اللي احنا بنستعملها أعتقد في كل المشاريع اللي احنا بنتعرض ليها، مفيش مشروع بيخلو من فلاور بوكس، زي ما عرضنا قبل كده برضه تفصيلة اللي هي كتفصيلة الهاندريل، وأعتقد مفيش مشروع ممكن إن احنا نعدي عليه على مستوى العمارة وعلى مستوى الرسومات التنفيذية إلا لما تلاقي فيه فكرة الهاندريل، وممكن تلاقي كمان الهاندريل بأفكار مختلفة، يعني الموجود في المدخل غير الموجود على السلم، غير الموجود فوق، غير الموجود في الطرقة، تمام؟ يعني هتلاقي الهاندريل بيتكرر معايا على المبنى الواحد بكذا تفصيلة، ففلاور بوكس مهم جدا، الهاندريل مهم جدا، تمام؟ برضه كنت صورتها بكتابة التفاصيل اللي هي موجودة عندي في الدور الأخير على السطح، طريقة تركيب العزل، تمام؟ وفكرة العزل دي برضه مهمة جدا، مهم مهم يعني موضوع التفاصيل ديت في غاية الأهمية، اللي بيفرق بيني وبين زميلي تمام اللي شغال جنبي هي التفاصيل، انا مشروعي ازاي غني من التفاصيل، فبالتالي انا مشروعي بيتقدر بدرجه اعلى بكتير من زميلي اللي هو شغال جنبي، عشان انا فاهم التفصيله واعرف ارسمها واعرف كمان ابتكر واعدل عليها واعمل حاجه مش موجوده طالما فهمت الكونسبت اللي هو الفكره الايه المعماريه، فدي بتختلف من طالب للتاني. ها قوه مشروعي بتيجي من قوه التفاصيل بتاعتي اللي انا بشتغل ايه عليها. شكرا ليكم يا شباب، يا رب انكم استفدنا استفاده كبيره، وبالتوفيق دايما في كل اللي جاي، شكرا ليكم واشوفكم دايما على خير. دكتور كمال الجملاوي.